ليس القصف بالمقاتلات الحربية أمرا جديدا على هذا الحي في مدينة الميادين. الجديد أن الصواريخ أصابت مسجدا ومكتبة ومنزلا وتسببت في نقص بعدد سكان الحي. وفي التفاصيل أن عزاء في زوجة مفتي الميادين الشيخ محمود المشوح كان يقام في أحد منازل الحي قريبا من هنا. أطلت طائرات الجيش السوري وسمع المعزون صوت القصف. هرع الناس لتحري الخبر فلم يجدوا مكان بيت المفتي إلا دمارا وأنقاضا. دمر القصف جزءا كبيرا من مسجد أبي بكر الصديق وجزءا أكبر من مكتبة المفتي التي يقول الناشطون إن عمرها يصل إلى 200 عام. أما الضحايا الجدد فقتلى وجرحى من الرجال والنساء والأطفال من بيت العزاء نفسه، وأطفالا أصبحوا قبل قليل يسمون يتامى. تنتشل من تحت الأنقاض الكتب والضحايا على السواء، ثم تقام مجالس عزاء جديدة تتصل بسابقاتها ولا تأمن قصفا جديدا. كتب قيمة عمرها مئات السنين، أمهات الكتب في مكتبة المفتي إرث الميادين بالكامل. يلملم الأهالي جراحهم ثم ينهضون ليجمعوا ما لم يتلفه الرصاص المتشظي من الكتب. هذا ما بقي أو ما أنقذ من كتب اللغة والأدب والشريعة والفلسفة والسيرة والحديث، وهذا ما لحق بمسجد الحي القديم الذي كان حقه الترميم كما يقول الناشطون.